مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى ألا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. ملخص كتاب نساء سيئات الطباع. المقدمة: لقد ولدنا جميعا ولكل منا مزاج خاص مختلف أو طبع أساسي موروث، فبعض الرجال يكرهن النساء ويطلق عليهم أعداء المرأة، وبعض النساء يكرهن الرجال ويطلق عليهن أعداء الرجال، وبعض هؤلاء النساء لديهن وسائل يقصد بها تدمير نفسية الرجل ومعنوياته. وبالطبع ليست هناك امرأة تستيقظ من نومها وتقول لنفسها: أعتقد أنني سأكره الرجال من الآن فصاعدا. بالطبع هناك أسباب. فيعرض الكاتب الوسائل التي تستخدمها النساء وأسبابها وكيفية التعامل مع النساء السيئات الطباع. أولا، سوء الفهم. يظن أغلب النساء أنهن يعرفن الرجال لأنهن يعرفن مشاعرهم أكثر منهم أحيانا، ولا يدركن أن هناك فرقا بين مشاعر الرجل وتفسير مصدرها، ومن هنا ينشأ السبب الرئيسي للخلافات الزوجية وهو سوء الفهم. وتتكرر الجملة الشهيرة: إنها لا تفهمني، من قبل الرجال عند شكواهم من النساء. ومع مرور الوقت تبدو المرأة للرجل سيئة الطباع وإن كانت تحمل أفضل النوايا، فتشعر المرأة أنها فقدت رجلها إلى حد ما. ومعظم النساء لا يدركن تأثيرهن في الرجال، ومن يدركن هذا التأثير بعضهن يستخدمنه بحكمة وبعضهن يستخدمنه بطريقة مستغلة مخادعة، والباقي يستخدمنه دون إدراك ذلك. فتقول دراسات نفسية إن الرجل في سنواته الأولى يكون متعلقا بوالدته التي حصل على تقديره لذاته منها، وعندما يكبر ويلتقي بالمرأة التي يريد أن تشاركه حياته يسقط تقديره الذاتي الذي يخص المرأة عندها دون وعي منه، ومن ثم يصبح رأي هذه المرأة فيه شيئا في غاية الأهمية بالنسبة له. ففي بداية علاقتهما يحاول إصلاح أي شيء ليرضيها، وتظن هي أنه يفعل ذلك حبا لها، وقد يكون هذا صحيحا، لكنه في أغلب الأحيان يفعل هذه التغييرات لأنه يستمد منها تقديره لذاته. وما يعقد الأمور كون المرأة نادرا ما تتزوج الرجل لما هو عليه، ولكنها تتزوجه لما سيصبح عليه، فيصبح تحسين وتطوير زوجها هو مشروع حياتها، ومن ثم تتوصل هي إلى بعض الأشياء التي يمكنه فعلها ليتحسن، وقد ينظر هو إلى هذه الأشياء على أنها دليل على عدم رضاها عنه، فتضغط دون قصد على تقديره لذاته فيتألم. ومع مرور السنوات قد يتحسن الرجل حسب نصائحها، ولكن تتباطأ استجابته، ومع تكرار التوجيه يزداد الألم ويستعيد تقديره لذاته ويتوقف عن التعلق بها، وتفقد هي التأثير فيه، وتفسر هذا على أنه تباعد عاطفي وأنه لم يعد يحبها. فتلجأ المرأة إلى نقطة أخرى من مواقف سوء الفهم، وهي محاولتها لجعل الرجل يتحدث عن مشاعره اعتقادا أنهما سيزدادان تقاربا بهذه الطريقة، وهذا ليس صحيحا بالضرورة، فهناك عدد كبير من الرجال لا يؤمنون بأهمية المشاعر، وهؤلاء بحاجة إلى إدراك أن المشاعر مهمة جدا بالنسبة إلى النساء. ثانيا، علاج سوء الفهم. يرى الكاتب أن العلاج المناسب لسوء الفهم هو الفهم، فعندما يفهم الرجل أن نوايا المرأة حسنة يمكن أن يتفهم تصرفاتها، ولكن يجب أن يتم تذكيره دائما بهذه النوايا وأهدافها، ويجب عليها أيضا أن تخبره بأهميته وصفاته الحسنة قبل توجيه النقد والتفاصيل السيئة إليه، فهذا يمنعه من المبالغة وتهويل الأمور. فالرجل يمكن أن ينهار بسرعة إذ واجهته زوجته بصورة شخصية سيئة عنه، لذا في المرة القادمة التي يعود فيها إلى المنزل دون شراء ما طلبته منه فدعيه يعرف شعورك أولا. لا أصدق أنك لسيت اللبن، فلا يمكن أن يفعل ذلك رجل مسؤول مثلك، فيصبح هنا تقديره لذاته كبيرا ويريد أن يرتقي ليكون قدر الصورة المرسومة عندك عنه، وربما يعود بسيارته ليحضر اللبن، وقد يبدو هذا الأسلوب مخادعا،
إلا أنه لا يوجد رجل يكره أو يمانع أن يستغل بهذه الطريقة. والحقيقة أن هذا الأسلوب مجرد اعتراف بالأمور وليس استغلالا، وتختلف مشاعر الألفة عند الرجل عنها عند المرأة. فالألفة هي أن يستمع الرجل إلى مشاعرها، بينما تستمع هي إلى آلامه وأحلامه. فتحدث الألفة عند الرجل عندما تساعده زوجته في غسل السيارة، وعندما تشاهد معه مباريات كرة القدم. أما بالنسبة إلى المرأة فالألفة تكون عندما يقضي الرجل وقتا معها ويستمع فقط لما تخبره به دون أن يتدخل لإصلاح أي شيء، ودون أن يأخذ رد فعل دفاعيا لما تقول. وإذا استمرت إساءة الفهم هذه لسنوات، سيشعر الرجل أنه شخص غير كفء في عينيها، فيطلقها أو ينفصل عنها عاطفيا حتى لو ظل مقيما في نفس المنزل. فتشعر المرأة بأن شيئا قد تغير، وتطلب منه أن يلتمس المشورة عند متخصص، ويشعر كل منهما أنه بذل مجهودا كبيرا لإصلاح هذه العلاقة. وخلال هذه الفترة قد ينجذب الرجل إلى امرأة أخرى تبدو أنها تحبه كما هو، ولكن في الحقيقة هي أنها أيضا ترى ما يمكن أن يكون عليه، وستتكرر هذه المشكلات مرة أخرى، مخلفة زوجة سابقة منهكة عاطفيا وشاعرة بالاستياء وأسرة دون أب. ثالثا، نساء سيئات الطباع. تعتبر بعض النساء سيئات الطبع لأنهن قد يمتلكن بعض الصفات السيئة، فقد تكون المرأة محبة للتملك أو غير متزنة عاطفيا أو عديمة الضمير. وقد تعتقد أنت أن سوء الطباع يكون بالاختيار دائما، فماذا لو أن شيئا سيئا قد حدث لها في الماضي؟ لماذا تنفس عن ذلك مع الآخرين؟ ربما تكون قد تعرضت في الماضي لاعتداء جنسي أو لاعتداء جسدي، أو تم إهمالها، أو اعتادت أن تتصرف بهذه الطريقة. فكم عدد المرات التي قلت فيها لنفسك لن أفعل شيئا كهذا مع أولادي أبدا، ثم وجدت نفسك تفعل، أو على الأقل تشعر بالرغبة في ذلك في المواقف المشحونة بالمشاعر. وأول نموذج للنساء السيئات الطباع المرأة المتقلبة المزاج. كثيرا ما تتخبط في كل الاتجاهات عندما تشعر بأن الطرف الآخر سوف يهجرها، فتشعر بالخوف أو الغضب الشديدين، ويمكن أن تصبح استغلالية جدا. فإذا سافر زوجها فإنها تمرض يوم رحيله وتطلب منه البقاء معها لأنها بحاجة إليه، أو قد تتهمه بأنه يلتقي امرأة أخرى. وإذا فقد وظيفته فقد تشعر بعدم الأمان وتلومه على ذلك، وقد تظهر بعض السلوكيات غير المتوقعة كالشراهة في تناول الطعام أو الإنفاق، ويبدو دائما أنها لم تتجاوز مرحلة المراهقة، فكل شيء أبيض أو أسود، فزوجها إما أروع شخص في العالم وإما لا شيء حسب مزاجها أو حسب ما قدمه لها مؤخرا. وفي خلفيتها العائلية قد تكون تعرضت للإهمال وإساءة معاملة بشكل متوسط إلى حاد، وقد يكون زوجها مستاء ولا يمكنه الاستمرار في العلاقة، ومع ذلك يشعر أنه مقيد لأن هذه المرأة تشعره أنها لا يمكنها الحياة بدونه. إذن ما الذي يجدي معها؟ الحب العنيف كالذي ترغب به الفتاة المراهقة من والدها، وأن يظهر الحب دائماً. فقد تعلمت أن غياب الحب هو المسؤول عن بغض الناس لها، وقد تنجح العلاقة إذا نجح في ذلك، وإن لم يستطع وأراد أن ينفصل فعليه أن يفعل ذلك بحب، فقد تهدده بأشياء فظيعة وتشكل خطرا عليه وعلى نفسها. فهي إنسانة بائسة، وقد تختلق سيناريوهات مقنعة لتظهر أنه خطأه. رابعا، المرأة المتنمرة. في المرحلة الابتدائية تميل الفتيات إلى التنمر بشكل يختلف عن الأولاد، فالأولاد يستخدمون القوة البدنية ثم يستخدمون الإساءة بالألفاظ في المرحلة الثانوية. أما الفتيات فتنمر بالرفض والنبذ أو باستخدام الإساءة النفسية، فمثلا تمنع الفتاة الآخرين من مصادقة ضحية التنمر، وبعض السيئات يفعلن نفس الأسلوب بشكل أكثر احترافية فلا يستطيعن تجاوزه والتخلص منه على الرغم من مرور الزمن.
وتستخدم المرأة هذا الأسلوب لأنها تحاول أن تكون الفائزة وعلى حق، وبذلك تغطي مخاوفها وقلقها. ويعتنق الأبناء هذه الطريقة الخاطئة للتعامل مع الأمور كما كان يحدث معهم في الصغر في محيط الأسرة، إذ كان لابد أن يكون الأب أو الأم دائما على حق، ويحل هذا محل التعاطف في التعاملات مع الآخرين. وبالتأكيد في هذه الأسر إذا أخطأ أحد الأفراد فسيتم التقليل من شأنه بدلا من توجيهه. وتستخدم بعض السيدات أو الرجال طريقة النبذ عند الاختلاف مع الأزواج، فيعملون على تشويه صورة الأب أو الأم أمام الأبناء ولا يدركون نتيجة هذا الفعل على أبنائهم. ففي النهاية سيكتشف الأبناء هذه العيوب عندما يكونون مستعدين، وإبعاد الطفل عن أحد أبويه يسبب ضررا كبيرا. وأغلب الأبحاث أثبتت أن الأبناء يتأثرون بالنزاع بين الوالدين أكثر من تأثرهم بالطلاق. وللأسف هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن الأطفال ملجأهم الوحيد للتحدث وتنفيس مشاعرهم، ولكن على كل منهم توخي الحذر، فالأطفال يتعلمون من القدوة أكثر مما يقال لهم. كما أن التنمر أمر يتعلق بالسيطرة والمكانة، فقد يكون الطرف المتنمر ذكيا لدرجة تجعله يلوم الضحية بشكل مقنع، وهؤلاء الأشخاص لا يخافون عادة من أي شيء إلا مما قد يحدث لهم شخصيا إذا تم كشفهم. إذن ما الذي يمكن أن يفعله الرجل الذي يعيش مع امرأة من هذا النوع؟ إما أن يستسلم وإما أن يهيمن، وهناك بديل آخر وهو الاحترام المتبادل، ويكون عندما يعرف كل طرف طبيعة الطرف الآخر وطريقة تفكيره، ويحاولون العمل معا ويطالبها باحترامه ويعطيها الاحترام، وإذا شعرت بذلك ستعامله بشكل مختلف عن الآخرين، وقد تكون متخوفة بعض الشيء من أن يحاول السيطرة عليها، ولكنها تشعر بالارتياح لأنه يحبها. خامساً، المرأة الأنانية والمرأة السطحية. تتجاهل المرأة الأنانية مشاعر ومشكلات الآخرين، ورغم ذلك فهي تستطيع أن تتظاهر بالاهتمام، ويبدو أنها تقدر نفسها وتثق بها وتشعر بأهميتها، ولا تمانع في كسر القواعد لتحقيق مكاسبها الشخصية، ويمكن أن تكون عدوانية ولحوحة جدا، ولا تحترم الشخص الذي يخضع لاستغلالها لأنها تعتقد أنه فاشل ووقع في حيلها، لذا ينبغي الابتعاد عنها. فأهمية الطرف الآخر بالنسبة إليها تنبع من خلال ما يمكن أن يقدمه لها، ودائما ما تكذب وتغش ولا ترى أي عيب في ذلك، وغالبا ما يعول أطفالها أنفسهم. فلماذا أصبحت هكذا؟ يقول الباحثون إن ذلك بفعل الوراثة بالإضافة إلى بعض الظروف البيئية. فما الذي يمكن لرجل متورط معها عمله للتعامل معها؟ يخرج من حياتها دون مناقشة أو جدال. أما إذا قرر الرجل الاستمرار معها فهناك بعض الأشياء القليلة التي يمكنه عملها، وهي أن يطالبها باحترامه وأن يظهر إعجابه بها وليس حبه، لأنها ترى الحب ضعفا، وأن يضعها في إطار إيجابي أمام الآخرين، وأن يكون أقوى منها لأنها ستلتهمه في اللحظة التي يفقد فيها قوته. أما المرأة السطحية فتبدو مبهجة وجذابة ومسلية، تعامل الرجل كأنها تعرفه منذ سنوات، فيشعر أنه قد أحبها وأنه يستطيع استغلالها إذا أحب، فهي ساذجة إلى حد ما وتحب اهتمامه بها. وبعد أن يعرفها يجد أن مشاعرها ليست عميقة وقد تتغير بسرعة، ويمكن أن تكون قاسية القلب وتبحث عن الزوج المثالي لتؤكد مكانتها، وإذا لم يعطيها الاهتمام الذي تحتاج إليه فإنها تبحث عن شخص آخر أكثر مكانة ومستعد لإعطائها الاهتمام الذي تستحقه، وقد تستمر الأمور هكذا حتى تنهار، فهي تحتاج إلى حدث مؤثر في حياتها ليغيرها، كحادثة تهدد حياتها أو فقد شخص عزيز عليها، وعندئذ تكون عرضة للخزي والإهانة. وعند هذه المرحلة تحتاج إلى إدراك أن الآخرين يمكن أن يقدرونها لذاتها الحقيقية، فهي ليست شيطانا ولكنها تعاني فقط خللا في شخصيتها، وقد تهتم بحضور الندوات التي تتناول المشاكل الأسرية
وقد تفيدها الاستجارة الفردية من معالج نفسي ملم بمشاكلها. فما الذي يمكن أن تفعله للتعامل معها بنجاح؟ أن ترعاها وتهتم بها بشرط ألا تكافئها على غرورها أو شعورها بالأهمية والاستحقاق. وختاما، تذكر دائما أنه لا يوجد سوء طبع من دون أسباب، وقد يكون سوء الطبع راجعا إلى سبب فيزيولوجي لا يمكن السيطرة عليه. فقد يعاني الإنسان من نقص السيروتونين في المخ فيصاب بالاكتئاب أو يصبح أكثر عدائية، فتحدث أغلب خلافاته الزوجية وتكثر مجادلاته ويتسم بالعدائية. لذا عليك أن تأخذ الأمور دائما على محمل شخصي حتى تصبح أكثر تعاطفا معهم. فما رأيكم في هذا الفيديو؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب.